ضمن الجهود الأمنية لمكافحة الإرهاب واستكمالا لأعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة في التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية لدراز بتاريخ 18 من يونيو الماضي وأدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة اثنين آخرين بإصابات بليغة، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد العناصر الإرهابية الخطرة ممن نفذوا التفجير وتحديد هويات بقية المشتبه بهم والكشف عن ملابسات التفجير الإرهابي، علما بأن أعمال البحث والتحري ما زالت مستمرة للكشف عن أي ارتباطات تنظيمية لمرتكبي هذا العمل الإرهابي بعناصر أو خلايا إرهابية أخرى، حيث كشفت عمليات البحث والتحري أن منفذي هذا العمل الإرهابي هما أولا المدعو حسين عبد الله مرهون راشد 26 عام مقبوض عليه وضبط بحوزته سلاح ناري كلاشينكوف محكوم بالسجن في قضايا انفجار قنبلة بالدراز في أكتوبر من عام 2014 وإشعال حريق عمدا والاعتداء على رجال الأمن. ثانيا المدعو سيد محمد قاسم محمد حسن فضل 25 عام هارب محكوم بالمؤبد في قضية إرهابية ومتورط في تفجير قنبلة بالدراز في فبراير من عام 2016 وتجهيز وصناعة عبوات متفجرة محلية الصنع وصناعة وحيازة عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار. وأدت التحريات أن هذه المجموعة الإرهابية تعمل تحت إشراف مباشر من حيث التمويل والتخطيط والتنفيذ من جانب كل من أولا حسين علي أحمد داود 31 عام هارب وموجود في إيران ومسقط جنسيته ومتورط في تشكيل العديد من الخلايا الإرهابية والتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية أدت إلى استشهاد رجال أمن محكوم بالمؤبد في ثلاث قضايا وحكم آخر بل حكم آخر بالسجن 15 عام ويدير خلايا إرهابية ويعمل منسقا ميدانيا لما يسمى بتنظيم سرايا الأشتر الإرهابي وعلى صلة وثيقة بالحرس الثوري الإيراني والمدعو مرتضى السندي. ثانيا أحمد محمد علي مهدي إبراهيم زين الدين 25 عام هارب محكوم بالسجن في قضايا تشكيل خلية متورطة في ارتكاب أعمال إرهابية والتعدي على الدوريات الأمنية بسلاح محلي الصنع وصناعة وحيازة عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار. هذا وقد باشرت الأدلة العامة للمباحث والأدلة الجنائية اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وإحالة القضية إلى النيابة العامة، فيما لا تزال عمليات البحث والتحري جارية للقبض على بقية العناصر الإرهابية. وتؤكد وزارة الداخلية في ختام بيانها على المضي قدما في التصدي لكافة الأعمال الإرهابية والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة واتخاذ كل ما من شأنه حفظ أمن الوطن وحماية السلم الأهلي وتوفير السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين، داعية كل من لديه معلومات حول أي نشاط مشتبه فيه لا يتوانى في الاتصال بالجهات الأمنية المختصة على الرقم 8008 وذلك تعزيزا لمبدأ الشراكة المجتمعية. حفظ الله البحرين من كل سوء.